مساء الخير، احنا ومضى النهارده بنتقابل مع عمر عمرو الخفيف، كوفاوندر في الكتاب. والكتاب النهارده تم اعلانها كاحد الفائزين، المشروعات الفائزه في اي يو سي فينتشر لاب، من اول المشروعات اللي يحصل لها انكيوبيشن. عمر، عاوزين نعرف اكتر عن فكره الكتاب وبتعملوا ايه فيها. كتاب شركه جيمز وانيميشن، افلام كرتون. فكره الكتاب جت من ان احنا شفنا قد ايه افلام زي فاني ميمو، افلام زي العاب كرتون زي جي تي اي، الحاجات دي ازاي بتاثر في الكالتشر بتاعت الكوميونتي. حبينا ان احنا نعمل الجيمز بتاعتنا بتاثر في الكالتشر بتاعت الكوميونتي. شفنا فيلم زي فاني ميمو بيأثر من سن من 4 لحد 60 سنه ممكن بيتفرجوا عليه بيتاثروا بيه، فحبينا ان احنا نعمل الجيمز اللي بتاثر في الناس. فكره ابتدت من 2010 لما كنا في الجامعه مع بعض. كان نفسنا نفتح الشركه دي، كنا بنحلم بيها، كنا بنقول الشركه هتفتح في الغردقه وهنعمل زي بيلدينجز للناس اللي بيشتغلوا جنبنا وكده. بعد كده ابتدينا بعد ما اتخرجنا نشتغل بارت تايم جوب، بعد الشغل بنقعد نتقابل في كافيهات وكده، لحد السنه اللي فاتت قررنا ان كل واحد يستقيل وقررنا ان احنا نبدا الشركه بتاعتنا. اجرنا مكتب صغير في الحي العاشر جنب سوق السيارات كده. بدانا الشركه بتاعتنا اور اون فانس اللي احنا حوشناه في سنتين اتخرجنا منهم، حطناها في الشركة وبدأنا نبيل الشركة بتاعتنا. بدأنا الشركة أو ابتدينا بلعبة موقعات الجمل. احنا شفنا اللي دخلنا أصلا الشركة، احنا ابتدينا كنا ناويين احنا موقعات الجمل. شفنا في موقعات الجمل ازاي قيم زي الحق وباطل ممكن تختلف عن الناس، ازاي الناس ممكن تبقى مش عايزة تدفع ثمن حريتها. ناس كتيرة كانت متضايقة تقول لا كفاية كده بقى خلاص. حبينا احنا نعمل اللعبة دي ندي ليها فاليو، لا انت عايز حرية لازم تدفع ثمنها، لازم يبقى في ثمن تدفعه عشان خاطر توصل للحريه. ودي اول لعبه ليكم؟ دي اول لعبه لينا. وهي فكره الالعاب كده ان هي يكون ليها رساله معينه او يعني بتوصل حاجه ليها قيمه يعني. بالظبط، في العاب كتيره، في العاب كتيره بتزيدون كير وات الفاليو بيدوها، مجرد بيدوروا على الريفينيو بتاع الجيمز. في ناس ثانيه بتعمل جيمز هدفها ان هم يوصلوا فاليوز او يوصلوا معلومه من خلال جيمز. الكتاب احنا بنوصل الفاليوز بالجيم، في زي كودز للعلماء بتيجي في اخر الجيم دايما تتكلم عن قيم الحق والباطل اللي احنا بنحاول نوصلها. كل ليفل لدرجه ان في ام ولد صغير بعتت لنا على الفيسبوك قالت لنا انا بلعب مع ابني اللعبه عشان خاطر يظهر الكود اللي في اخر اللعبه عشان خاطر اشرح له الكود ده بيعمل ايه او مين الراجل ده بيعمل ايه وكده. بس واللعبه دي اول لعبه ليكم؟ تحرير سكوير. تحرير سكوير ديفنس. اللعبه موجوده اوريدي على فيسبوك، اي حد ممكن يخش يشوفها. تحرير سكوير ديفنس، اكتب في السيرش بوك تحرير سكوير ديفنس هتلاقيها. لعبه استراتيجي تاور ديفنس جيم، يعني ورا بيبقى عن كريبس او البلطجيه بيخشوا وانت بتحطي صغار في الميدان عشان خاطر يدافعوا عنها. وكم حد لعبها؟ قول لنا كده الارقام، يعني طلعت امتى وكم حد لعبها؟ اللعبه طلعت 15/5 اللي فات، 19.5 جالنا 19.5 لايك على الفيسبوك بيج. لعبها اكتر من 3500 واحد، 8500 واحد اشتراها، بتاع 290 واحد تقريبا. اللعبه فيها 15 مرحله، ممكن تلعبي 3 مراحل فري، بعد كده 6 مراحل تدفعي 3 جنيه عشان تلعبيهم، و6 مراحل تانيين تدفعي 3 جنيه تاني عشان تلعبيهم. طيب في مصر مين المنافسين التانيين اللي ممكن يكونوا في نفس السوق بيعملوا نفس الحاجه، العاب ليها قيمه او رساله معينه؟ في حقيقه في شركه نزال انترتينمنت، دي كان شركه جيمز برضو بتعمل، كانوا نزلوا برضو لعبه اسمها ثورجيه التحرير بس ما حققتش مش سكسس، بس هم شغالين في حاجات تانيه كتير دلوقتي. في شركه، في العاب تانيه ممكن بس مش مصري بقى، حاجات بتبقى دول عربيه. هو حتى كنا في ايفنت في وزاره الاستثمار، فكان الهيد بتاع الايفنت كان بيقول لنا يتساءل ليه مصر ما بتطلعش شركات جيمز ناجحه، يعني في الاردن، في كذا حته، زي لعبة سيف المعرفة. سيف المعرفة لعبة ناجحة جدا على فيسبوك بس مش من مصر، فإن شاء الله هنكون أول شركة تحقق بوم في الخليج العربي كله، شركة مصرية إن شاء الله. شكرا يا عمر وبالتوفيق.